أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. موظفو المصرف الزراعي في العاصمة بغداد تظاهروا احتجاجا على قرار مصطفى الكاظمي بتعيين رشاد خضير مديرا عاما للمصرف الزراعي. قاموا بطرده من المصرف وسط هتافات مطالبة بإنهاء الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية. دعونا نتابع هذا المقطع من العاصمة بغداد. كان مديرا عاما لمصرف الرشيد ومتهم بملفات فساد كما قالوا. دعونا نقرأ من التعليقات حول هذا الموضوع. موضوع طرد المدير الجديد الذي عينه الكاظمي أحمد جاسم، قال هذا مصير كل فاسد. طيب عبد العلي قال عفية عليهم والله. حميد قال هذا جزاء كل حرامي. سامر قال والله لو كل موظفين الدوائر يعملون على هذا النهج احنا بنص الخير. نبقى في العاصمة بغداد، حيث اتهم متظاهرو ساحة التحرير الأحزاب السياسية بتزوير الانتخابات السابقة والسعي لتزويرها في قادم الأيام، حيث طالبوا بإقرار قانون انتخابي يراعي تطلعات العراقيين والقضاء على الفساد وإنهاء هيمنة الأحزاب والميليشيات في العراق. دعونا نتابع هذا المقطع من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. كفاكم تزوير، رحمة للعباس، نريد نوخر الحرامية من بلدنا. انتخاباتكم مزورة، مفوضيتكم مزورة، البرلمان مالتكم مزورة، رئاسة الوزراء الدولة كلها مزورة، هي والحكومة. رحمة للعباس شوية وخروا، نريد نجيب عالم نزهاء شريفين، نريد نشوف مصير البلد، مصير الشباب وين. ودورة تشريم قسمة إلا تخرج الأحزاب والميليشيات من العراق، وكل واحد تابع يرجع البلد حتى لو كان عراق. الشعب مبيوع، نريد نرجع شعبنا، عمي بلدنا نريد الرجعة. كافي ديون، انتم كلكم حرامية، كلكم حرامية. ومن التعليقات نقرأ على موقع فيسبوك حول هذا المقطع، منهم من قال وعلق مصطفى غرد وقال حينما أرادوا على تويتر طبعا بالتحديد، قال حينما أرادوا تشريع قانون للانتخابات يناسبهم لم يستغرق الأمر سوى أيام قليلة للتصويت والمصادقة عليه، بينما القانون الذي أراده الشعب يماطلون فيه لمدة 10 أشهر. تبارك قالت وغررت الكتل السياسية تعلم بأن هذا القانون سيكون هو الحد الفاصل لانتهاء حكمهم في مراكز الدولة، ولذلك نراهم يماطلون في إكماله. الكتل تسوف قانون الانتخابات. سجاد غرد وقال بسبب مماطلة الكتل وعدم تصويتها وإكمالها لقانون الانتخابات الذي طالب به الثوار وراح لأجل هذا المطلب مئات الأرواح وألاف الجرحى، ما زالت الكتل الحزبية تستثمر بدماء العراقيين لزيادة منافعها لا غير. حامد قال الكتل النيابية تحاول تأجيل الانتخابات عن طريق تسويف تشريع قانون الانتخابات، وكذلك تحاول تغيير القانون الانتخابي لأنه لا يخدم مصالحهم. مقطع لزعيم ميليشيا العصائب يهدد فيه المتظاهرين ويتهمهم بالمخربين والفاسدين، مما أثار غضب الشارع العراقي بعد هذه التصريحات التحريضية والكاذبة على المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة في ظل هيمنة الأحزاب والميليشيات. دعونا نقرأ
أو نتابع هذا المقطع. شو النتيجة؟ يعني ناس تدرب على كواتم، ناس تحرق، ناس تدمر، ناس تعتدي على أجهزة أمنية، ناس تسلب، كل هذا من يجي بعض، وللأسف في مجاملات يصل بعض معتد إلى حد التملق إلى هؤلاء، وهم نفر قليل لا يمثلون رأي شعب عراقي. وقلنا سابقا أن 98% من المتظاهرين هم متظاهرين سلميين، وأن المخربين هم 2%، ولكن هذا الكلام لا نقول الآن. الآن نقول 98% من الموجودين والذين يقومون بهذه الأعمال هم مخربين، والمتظاهرين السلميين صاروا 2%. تحريض واضح واتهام واضح من قبل قيس الخزعلي. طبعا تفاعل العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي حول هذا المقطع، مقطع قيس الخزعلي، ومنهم من علق وغرد وقال العصائب تهدر دم المتظاهرين، قال فتوى من الميليشياوي قيس الخزعلي قيقه كما يسمونه في العراق بهدر دم المتظاهرين لأنهم 98% منهم غير سلميين. هذا يفسر الاغتيالات والاعتداء على النشطاء والمتظاهرين من خلفه قيس الخزعلي وعصابته. العصائب هم من يقتل المتظاهرين في العراق. كارلوس علي عباس قال يا مرتزقة إيران، سيأتي يوم وستحرقكم شمس ثورة تشرين، سيأتي يوم ونسحلكم بالشوارع، العصائب تهدر دم المتظاهرين. سجاد قال، السجاد البصراوي غرد وقال كل هذا التحريض على القتل ويقولون احنا ويا المتظاهرين وضد القتل، العصائب تهدر دم المتظاهرين. علي غرد وقال تسقط الميليشيات بكل انواعها ومسمياتها، عاش العراق، العصائب تهدر دم المتظاهرين. مقطع يوضح أطفال بلا غذاء ولا مأوى يفترشون الأرض ويلتحفون السماء على مقربة من قصور السياسيين في منطقة الكرادة في العاصمة بغداد، في مشهد يمثل واقع حال العراق في ظل حكومات الفساد المتعاقبة. دعونا نتابع هذا المقطع. يعني هذا من هذا من العراق، نايمين في شارع باع كانوا مرود، بس باعوا كانوا مرود، بس باعوا باعوا هاي بالكراد داخل، وكل المسؤولين والقيادات والشخصيات موت منا. ليش ما شفتوا هذا الطفل الخطيئ هيك نايم؟ ليش هيك؟ ليش عمو انت وين بيتكم؟ عمو وين بيتكم؟ وين بالفضل؟ وين بالفضل؟ قوم قوم ثاني قبل سلم اطفال العراق والعراقيين اطفال كانوا في الشارع من الخمس الصبح ليش على ميناء كذلك تفاعل العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع بعضا من التعليقات حول هذا الموضوع. الأستاذ عباس التميمي قال هذا لابن واحد من النواب، شنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، هم ما يستحون، عايشين دول بأموالنا، ولد البلد ما عنده سكن. عباس قال وديهم للعامر اللي يقول ماكو فقير بالعراق. أحمد علق وقال تدري هذول من يكبرون يطلعون مظاهرات يسمونهم ولد سفارة وجوكرية ويريدون يخربون العراق. رضا علق وقال يريدون يذلون العراقيين، هذا هدفهم. والآن إلى خدمة أنت ترى. وصلنا عبر خدمة أنت ترى لمنصاتنا لقناة رافدين مقطع مصور لتظاهرة منتسبين لصحة بابل، طالبوا بإقالة مدير صحة بابل والكشف عن ملفات الفساد ومحاسبة المقصرين. دعونا نتابع هذا المقطع. سوف نبقى مصرين ومستمرين بالمظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وهنالك تصعيد آخر سوف تعلنها
تنسيقية باب اللي ذوي المهن الصحية والتمريضية في المحافظة في حال عدم إقالة مدير عام دائرة صحة بابل. الاعتصامات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية سوف تستمر ولن نتوقف إلا بإقالة مدير عام دائرة صحة بابل. نقول لا لتكميم الأفواه، لا لتكميم الأفواه، إن بابل الأولى في الإصابات والأولى في الوفيات من كافة المحافظات، في كافة يعني على جميع كافة المحافظات. إن المدير الصحة، مدير صحة بابل قد أفسد. أهلا بكم من جديد ومع فقرة الخبر المزيف، حيث تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين رمي أحد مرضى مستشفى الحسين التعليمي خارج المستشفى بسبب عدم تسديد أجور العلاج وتكاليف المستشفى، هذا كما قالوا. لكن الحقيقة بأن هذه الحادثة تعود إلى العام 2017، والمقطع منشور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم التوضيح من قبل مدير المستشفى في حينها بأن هذا الشخص تم جلبه إلى المستشفى من قبل موظفي الاستعلامات كونه مختل عقليا وهو مجهول الهوية، وبعد أن قاموا بغسله وتنظيفه تركوه في ردهة الطوارئ، لكنه خرج من المستشفى أثناء الليل ونام خارج المستشفى. دعونا نتابع هذا المقطع للخبر المزيف الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. سيف الإمام الحسين عادية. أكو شو وضعية؟ نعم. إذن المقطع يعود لعام 2017. والآن نذهب إلى فقرة الهاشتاج. في ظل انفلات سلاح الميليشيات واستهداف الناشطين في التظاهرات، يستمر هاشتاج حان وقت نزع السلاح، حيث يطالب العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة حصر السلاح. يعني على سبيل المثال، يوم أمس قصفت الميليشيات مطار بغداد مما تسبب بأضرار في مرآب السيارات، هذا كله يحدث بسبب غياب الدولة وسيطرة الميليشيات. دعونا نتابع بعض من التغريدات على موقع تويتر تحت هذا الوصف. يوسف الخالد قال: نعم، قد حان وقت نزع السلاح، ولا بد لنا أن نعيش بأمان واطمئنان أيها المواطن الغريب. نعم. الشاعر أحمد البطاط: إذا أردنا قال أن يكون العراق خاليا من الميليشيات القذرة والأحزاب القاتلة ويعود العراق بجماله وكماله وحريته، لا بد من نزع السلاح منهم ويكون فقط بيد الدولة، هنا يكون العراق حرا منهم. حان وقت نزع السلاح. وضاح رفيعي قال: في بعض الدول أخذوا أسلحة الصيد من يد الإنسان وأتلفوها كي لا تموت الحيوانات، متى نجمع نحن الأسلحة من يد الحيوانات كما قال ونتلفها كي لا يموت الإنسان؟ سجاد قال: سرقوا الوطن وحموا سرقاتهم بميليشياتهم، قتلوا الوطني وحموا العميل بميليشياتهم، دمروا الوطن وحموا دول الجوار بميليشياتهم، نعم إنهم أحزاب السرقة والقتل والإجرام. الآن نذهب إلى قصص أليغرافيك.
عشرات الآلاف من السودانيين يشاهدون منازلهم تنهار أمام أعينهم ويضطرون إلى تركها بعد أن تهاوت جدرانها بسبب السيول الاستثنائية هذا العام، والتي على إثرها أعلنت البلاد حالة الطوارئ، حيث ارتفع منسوب مياه النيل الأزرق بحسب وزارة المياه والري بشكل غير مسبوق منذ بداية القرن العشرين. تقرير لموقع إيجي بلاس عربي، دعونا نتابع. والله عفشو كله خليته، بس شلت أولادي ومركته، فجاتنا حوالي الساعة 12 بالليل. يلا ما شاء الله أولاد الفريق ما قصروا، والناس ناس الحلة وجو أنقذونا ومرقونا نحن غايتهم، وعفشنا وكده ما في طريقة، بس أنقذونا ومشينا بيت ناس أختي. شفت الشباب مدرسين البحر، مدرسين النيل بصدورهم لغاية ما اتصلهم الجوالات عشان يرفعوا مستوى الترس. تذكرت نفس ما حدث في 1998 في فيضان 98، وزي ما عملوا أجدادهم هم كانوا بنفس المستوى اللي اتعلموه من أجدادهم لما انترسوا البحر بالصدور. كل التضامن مع أشقائنا في السودان. شاب فلسطيني لم يستسلم بعد منعه من قبل قوات الاحتلال في مزاولة عمله في الصيد، حيث قام بالعمل في مجال صنع الكمامات لمكافحة فيروس كورونا، في مشهد يعبر عن إصرار وصمود الشعب الفلسطيني في كسب لقمة العيش رغم الظروف المعيشية الصعبة. تقرير لموقع أنا العربي، فلنتابع. يعني تقريبا 1500 كمامة كلها راحت، كل الفلوس شيكل، يعني بحقن قماشة، يعني احنا هيك شغالين، يعني بحاجات رمزية بنبيعها للناس، يعني هذه بتنغسل بتتعقم كمان مرة، بتغسلها في الكلور وفي هذا وبتعقمها تاني وبتلبسها تاني. باحث مصري يكتشف معدنا جديدا أثناء فحص عينات مأخوذة من طبقة من صخور الحجر الجيري في مصر. ما خصائص هذا المعدن؟ دعونا نتعرف عليه معا عبر تقرير لموقع إيجي بلاس عربي. جهة واحدة عالمية مسؤولة عن تحديد ما إذا كان المعدن جديد ولا لأ. والموضوع بيعرض على لجنة علمية مكونة من 20 عالم على مستوى العالم،
من كل الدول بيشوفوا البيانات، أكدوا من صدقيتها، ومن 20 عضو 18 قالوا واحد قال لأ لأنه بيشك أن المادة دي تكون طبيعية، وواحد بس كان متحفظ في الرد. وجود المعدن الغريب ده بشكل غريب وبيدوب في المية، وده مش صفة يعني لأي معدن موجود في الطبيعة إلا الملح الطعام. القيمة الاقتصادية طبعا، مادة برمنجانات البوتاسيوم مادة غالية، مصنعة غالية، فوجود مقابل طبيعي ليها ولو ثبت ان هو في كميات كبيرة منه. وصلنا الى نهاية هذه الحلقة اعزائي المشاهدين، شكرا لكم والى اللقاء بإذن الله.